مع عند ميرساكر ومتزيلدر، وادي ارنا التحرك هرب من الرقابه، وفي تغطيه من اللاعب فيليب لام اتأنى قوي الحقيقه بشكل رائع الحقيقه اللاعب ياكوفيتش في اللقطه الماضيه. شوف حضراتكم يعني تمريره حلوه قوي من اللاعب ساسا ايليتش لاعب ونجم فريق نادي ريد بول في صفوف الدوري النمساوي، لاعب ساسا ايليتش اللي كان لاعب في كاس العالم. يبرر كره حلوه قوي الى اللاعب ياكوفيتش في هذه اللقطه، لاعب باليرمو في هذا الموسم واللاعب السابق لمايوركا وريد ستار، وهدف تقدم بعد مرور 18 دقيقة. ودي أمامنا هنا تحية خاصة لميروسلاف دياكيتش في اللقطة الماضية منتخب صربيا.